ستي هلأ قيمك مني من الفيلم الهندي تبعي واحكيلي مين هذا الدكتور هشام صاحب السيارة الفخمة كتير اللي جينا فيها أنا وأنتي؟ احكيلي شو صلت القرابة بيناتكم؟ مثل ما قلت لك أصدقاء مجرد صديق صديق مزبوط لك أنتي عم تحكي هذا الحكيم أنت البنت العاقلة الراكزة الفهمانة؟ القصة ما لها علاقة بالفهم أو بقلة الفهم القصة أني مقرر أعيش حياتي هيك ببساطة بدون قيود والزلمة لطيف وكريم معي وبيدللني بعدين الشباب اللي قابلتهم بحياتي كلهم معترين وقلبي ما دق لحدا منهم فهمنا بس مو لدرجة أنه تصاحبي رجال قد أبوكي أنتي أكيد فهمانة القصة غلط يعني الدكتور هشام عن جد مو أكتر من صديق الزلمة بيحسسني إنه في حدا مهتم فيني بيملى الفراغ بيجيب لي هدايا بيدللني يعني بطلع معه وبتغدى غدا لطيف بسهر سهرة لطيفة مو أكتر من هيك يعني هلأ هو بدك تفهميني إنه عم بيجيب لك كل هاي القلاميس وحاطت لك سيارة فخمة بتحت إمرتك وعم بيجيب لك كل هاي الهدايا الفخمة بس منشان سهرة لطيفة ليش متفاجئة؟ حبيبة قلبي علا طوشيني انتي هذا الحكي وبتضحكي فيه على حدا غيري يعني على واحدة بنت مبارح مثلا على صبية هيك طقموشة مراهقة عمرها 15 سنة انقغي بس مو علي انا واذا كان حكيك مظبوط فهو بس لحد الان هاي قصة السهرة اللطيفة بس بكرة حيصير في شي تاني فهمك كفاية فهمي الموضوع مثل ما بدك طبيب ناجح وغني ومرته بتضل مريضة وهو بحاجة لبنت حلوة مثل ترافقه بالحفلات والروحات والجيات وترجع له شبابه شوي وانتي اللي عم بتقومي بهاي المهمة النبيلة والرائعة عم تتمسخري؟ انا عم قوم بهاي المهمة النبيلة والرائعة شو خسرانة؟ سمعتك بتكوني خسرانة سمعتك يعني اذا اي حدا من معارفك او اولاد جيرانك شافك معه حيقولوا مصاحبة انتي بدك قاعدة مع الصبوحة بدك قاعدة مع الصبوحة لحتى تقنعي تدبر لك شي جوازة اهل مرتبة من حدا ابن عالم وناس معه مصاري محترم خديني انا مثال اطلع علي شوفيني شوفي شلون دبرت لي خطبتي من فايز شوفي اختي هبة كيف دبرت لأحلى جوازة ما بعرف يا انا هاي الطريقة من التفكير ما بتعجبني يعني منضل نحن عايشين مجتمع شرقي ولو شو عمل لي مجتمعك الشرقي رعاني لما كنت صغيرة وعم ربي حالي منع ماما تتطلق من بابا وتتزوج من واحد تاني ولا منع بابا يتزوج من واحدة تانية ويطلق ماما ولا حماني أنا وأختي من التشرد من بيت لبيت صدقيني سارة بفهم بالعادات والتقاليد أكتر من كتير ناس بس كمان هي حياتي وأنا حرة فيها ومسؤولة عنها وخلي المجتمع الشرقي يحل عني بتني القهوه بردت مسكر عم يعطيني مغلق المسوس اهلين اهلين استاذ تيم تفضل يا اشرقه الانوار انس علا يا اهلا وسهلا اهلين كيفك شو اخبارك تمام انت كيفك شو اخبارك والله بقلت ماني عم نوره المجله نوره بوزوغا المسوس كنتي قلنا انه الانس علا هون يعني كنا فرشنا الارض ورد انا اسفه بعتذر يبعت لي حمى عليك يا عيب شو منك استاذ تيم ولا يهمك كيفك شو اخبارك انا تمام الحمد لله انت كيفك وشو اخبارك انا هلا صرت تيم بدي اعرف ليش جاي لعندي لهون على المكتب صدقين سيد عجد نسيت نسيت يا علي يا علي على فكرة الشغل لفوق راسه ماسك كل ورق المجلة بإيده مسكين ألا حبذا تتذكر تذكرت الأستاذ عليا بدي اياكي تروحي على مكتبها فورا 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 ماشي عن إذنك علوشة راح أشوف علوشة الثانية وراجع فيه أوكي حبيبي برجع بقلك منور المجلة وأنا برجع بقول لك منورة بوجودك شو تايم؟ أطلب لك شي تشربه؟
أهلين. سافرت على اليونان وعلى الصين وعلى المغرب وعلى جنوب أفريقيا كمان. شو حلو، أكيد مشان تحضر كأس العالم. لا والله، حضرت دفن رفينا هونيك، هو أصوله أفريقية بس كان حالف ما يندفن إلا بأدغال أفريقيا الموحشة. يا لطيف، شو المرأة هاي؟ طيب وهالأيام وين ناوي تسافر؟ الرحلة اللي بتطلعي أنت عليها مضيفة أنا مستعد أطلع عليها حتى لو كانت بجهنم الحمد. لا لا، إحنا ما عندنا رحلات لهونيك أبداً. بعيد الشر عن قلبك. آه بعدك هون أستاذ تيم؟ لأنه الأستاذ كريم عم يسأل عنك مشان بروفيت كفر المجلة. يا الله على هالنسوة، بتعرفي إنه اليوم صار عم بنسى كثير؟ شو أستاذ تيم، بتحب تقوم على شغلك ولا إلا الأستاذة علي إنه عندك ضيوف؟ لا لا لا، ليك مجال أستاذة علي، أنا كثير انبسطت إني قعدت معك. تبي خلينا نشوفك دايما. أهلا وسهلا. أهلين، أهلا أستاذ تيم. سلام. نورت. هاي شو؟ وين صرتي؟ كأنه هالشاب جاذبيته غريبة؟ ايه ماشي. انت بتعرفي انه من آخر مرة كنتي هون ما في غير عم يسأل عنك وعن أخبارك؟ عن جد؟ يعني عن جد شو؟ شكل السنارة غمزت. كنتوا شو قصتكم مع هالسنارة؟ نيتنا عاطلة معلي. الصريف. الله، وبعدين بقى؟ لا تتوتري، دوري على سطح المكتب، دوري بشي ملف إلا ما يكون شي مخزن هون ولا هون. ما في ولا شي مهم، ولا شغلة مهمة. يا ربي يكون هون، يا ربي يا ربي. شو طمنيني؟ ما في شي، ما في شي عبث. اي فايز. لا لا ما فيني شي، منيحة أنا. خلص على الغدا ماشي. اي اي على الأربعة، يلا باي. يا مستعجل وقف لقلك. طيب انا راسي كثير عم بيجعني، معك حبة وجع راس؟ حجب لك. لك طولي بالك، على شو مستعجلة؟ مية بتعرف انه طيارتي بتوصل الساعة 7 على المطار، يعني كان لازم اكون بالبيت من شي ساعة. وصار في مشكلة بالمطار وتأخرتي، بتصير؟ أنا رح جن، فعلا رح جن من هاي الوصاية العجيبة على بنت بسنك. اللي بعرفه بانه ميرا متحررة ومنفتحة، والمفروض تعرف بانه في لك تفاصيلك الخاصة والمفروض ما تتدخل فيها أبدا. أنا فعلا مستغربة، يعني كيف صابر عليها لحد هلا؟ بتضلها أختي الكبيرة وهي بتخاف علي كثير، أنا ما بحب زعلها، بعدين إحنا بهالدنيا مالنا غير بعض. لك الله يسامحك. وأنا وين رحت ها؟ أنت؟ أنت بتقبش قلبي، الله يخلي لك عيلتك. لك أنت كل عيلتي. يلا هشام، تأخرنا. طيب أنا عندي اقتراح. شو رأيك هيك نسافر كم يوم على قبرص سوا؟ ونكون مع بعضنا ونرتاح من سيادة الجنرال ميرا. اوكي أنا موافقة، بس معليش نحكي بعدين بالموضوع لأني تأخرت كثير. اوكي أنا جاهز. ترى مهجت لنا له شايف ولا هو عارف وقفت كلمة بالشفايف. احكيها أنا تعبانة. صباح الخير. ليش تأخرتي انتي لهلا؟ وين كنتي؟ وين بدي اكون؟ بسيران ولا بحفلة؟ طيارتك الساعة 7 ولا الساعة 11 وربع؟ اي شو انتي قاعدة بهذا العالم كله بس مشان تراقبيني وتحاسبيني؟ ميرا من شان الله ماني فايقة لمحاضراتك اللي مل قلبي منها، رح موت من النعاس. تعي لهون. انتي شو عم يصير معك بالضبط؟ لسه كل ما حكيتك ولا سألتك سؤال بتقلبي بوجهك قاعدة اشرب بحقك. لأني حرة. لا مو حرة ستي. لا حرة، بعمري ما تدخلت بحياتك وضليت مراقبتك على الوحدة، وتذكري منيح اني ما تزوجت ولا ناوية بس مشان هالكم سؤال اللي حضرتك نازعة حياتي فيهم، لسه وين كنتي وين رايحة وين جاية؟ لكن ميرا أنا بروح وين ما بدي وبرجع أنت ما بدي، غير هيك ما حدا له حكي معي، عم تفهمي؟ عارف؟
مرحبا. عفوا، بس مين معي؟ أنا تيم. مين تيم؟ تيم من مجلة إيفا. أهلين، أهلين تيم. كيفك يا سعولة وشو أخبارك؟ أنا ممتازة، أنت كيفك؟ الحقيقة أنا هلأ صرت كتير منيح. وأنا كمان، صرت منيحة كتير. يا سعولة ما بدي أحس حالي غليظ، بس ممكن أشوفك؟ شوفني؟ ليش لا؟ بس إمتى؟ بناسبة بكرة سبعة المساء؟ بكرة الساعة سبعة المساء؟ طيب، أوكي، ليش لا؟ شو رأيك بكافتيريا قوس قزح؟ أوكي، ماشي. أوكي، على موعدنا. شكراً كتير كتير كتير، شكراً. عفواً كتير كتير. باي باي، باي. ألو، مرحبا وليد، كيفك؟ وليد أنا صار عندي رحلة طارئة وما فيني أشوفك بكرة ولا فينا نسهر مع الشيء. أوكي بس أرجع بخبرك. يلا باي باي.